السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان، إن شاء الله مقبلين على زيارة مليونية، وهي زيارة الإمام الحسين، زيارة الأربعين، وإن شاء الله تكون من نصيب اللي يمشي بصورة صحيحة، ويعني وتكون من نصيب اللي يخدم أيضا بصورة صحيحة وبعيدا عن الرياء. إحنا بيوتنا إن شاء الله على الشارع ونكون بخدمتكم، لكن إخوانا أكو بعض القضايا اللي هي إنه تأثر بقضية الإمام الحسين سلام الله عليه، تأثر إنه إحنا كشيعة، لأن اليوم أنتم تعرفون قضية الموبايل ينقل نقل مباشر إلى كافة أنحاء الكرة الأرضية، وبهاي الحالة إحنا راح ننعكس إنه كشيعة ما ملتزمين، أخلاقنا مو حلو. أكو بعض من عندنا من الشابات إنه تجي مكيجة، شابة تجي مكيجة وتليفونها بيتها وفات هذا الواي فاي ما يسموه، المهم والقضية خربانة. الشباب كذلك لابسين ملابس النساء ومخلي شال ما النسوان ما أدري شلون، المهم فات قضايا. الثالثة بعد إنه أنت حتى من الضيف ببيتك، إنه الشاب يجيك يطلب من عندك نارجيلة ويطلب من عندك طلعة بالليل ويطلب من عندك إنترنت ويطلب من عندك ما يعني، وإنه أنت تكون يعني حقيقة أنت مستعبد لهذا الشخص، وبالأخير إنه هذا الشخص إنه يطلع ما يصلي صلاة ما يصلي، المهم رايح للإمام الحسين، جاء الإمام الحسين سفرة إليه، إنه على مود البنات على مود النسوان، قضايا يعني إنه هاي ما تليق بقضية الإمام الحسين يا أخوان. إحنا شيعة، إحنا إسلام، إحنا يعني لابد وعلينا أن نكون نظهر بأحلى صورة قدام العالم، لابد أن تكون أحلى صورة نظهر بها قدام العالم. إذا إحنا ظهرنا بفسادنا وظهرنا بشبابنا اللي ما يصلي ويطلب نارجيلة واحتمال يطلب غير قضية، يعني أنا بالنسبة لي الله شاهد أنه أنا داخل يعني صدر أحتفظ بأسرار أنه للزوار، أنه بداخل بيتي يعني والله العلي العظيم ما أحب أنه أكون يعني حتى من قمت أوقف على الشارع أختار اختيار واحد اثنين، قبل لا كنت كل الجين الزائرة أرحب بي، لكن صارت قضيتين بعد ما قدرت أضيف كل واحد، يعني هاي أنا أحتذر من الإمام الحسين وأحتذر من عندكم جميعا، لأنه قضايا سلبية ما بيها حل. والله أمشي يقول لي تعال جيب لي نارجيلة، تعال جيب لي انترنت، تعال شنو يعني؟ أول وحدة تحل بأخلاق الإمام الحسين سلام الله عليه، كن زينا على الحسين لا تكن شينا عليه. لا تنسونا بأفضل دعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.